يقول جدولة سداد الديون، هذه أفضل طريقة أنا أشوفها. السلام عليكم متابعينا الكرام، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية، ونعود لفيديو جديد من لعبة محاكي المزرعة 22. أعتذر منكم للتوقف عن البثوث من الفترة اللي فاتت، إلى الآن ما في عندي مجال إني أرجع أعمل بث. اليوم إحنا موجودين في مزرعتنا وإحنا في شهر 2 من السنة الميلادية، وهو طبعا من الأشهر اللي يكون فيها تحضير للحقول، ونشوف كذلك المنتجات اللي عندنا في المزرعة كم وصلت أسعارها حتى نتمكن من البيع أو عدم البيع. هذه فرصتنا. بالنسبة للبيت المحمي خلاص ما عندنا شيء، أما مصنع الملابس فموجود فيه بلتات جاهزة للبيع، ولكن الأسعار ما ندري كم. نشوف الآن عندنا هنا، طبعا متابعينا الكرام اللي حابين اللعبة هذه دائما ويانا نقول شكرا لكم، يعطيكم العافية على اهتمامكم. عندي 4 بلتات ملابس، راح احاول احملهم ونطلعهم من المكان هذا، وبعدها راح نشوف كم بتكون عندنا الاسعار. اسعار حلوه بنبيع، اسعار ما هي حلوه ما راح نبيع. اوكي ممتاز، عندي 4 الان، وعندي هناك تقريبا 2 بلتتين، يعني معناها عندنا 6 بلتات من الملابس. كويس حلو، هل راح يجيبون لنا سعر زين؟ راح نشوف الان، شيك وياكم الاسعار. خابرين اللعبة هذه مهمة بالنسبة للأسعار. عندي 6000 قطعة من الملابس، خلونا نشوف السعر كم صار. الأسعار 13938، لسه احنا على السعر الأعلى ما جيناه، يعني احنا قريبين المنتصف الآن. نحتاج نصبر شوي، بعد شهرين أتوقع السعر بيتعدل، فخلونا ننزلهم الآن في المكان هذا ما يضرهم. بالنسبة للدقيق، الدقيق أتوقع أنه نزل سعره كذلك، ما هو مثل سعره الأول. 1000، أوكي كويس، إذا 1000 يعني لا بأس فيه، سعر مناسب للبيع، لكن ما عندي كمية كبيرة، قد يكون الطاحونة أو المطحنة الخاصة بالدقيق. فارغة، خلونا نشوف أول شيء إذا هي فارغة ولا لا، نجيب لها حبوب. أتوقع ماتيريال ميسينج، أوكي يعني معناها عندنا فيه فراغ بالحبوب، راح نجيب حبوب. احنا تعودنا نجيب حبوب الشعير اللي هي البيرلي. ودي أقول معلومة طالما احنا الآن معاكم متابعينا الكرام بخصوص اللعبة، حاولت قدر المستطاع نشوف إذا كان أقدر أطلع إلى ماب ثاني، ما قدرت أطلع إلى ماب ثاني. الأسباب أن اللعبة يبدو أنها موجودة على هارد ديسك مليان، وكل ما حاولت أني أنزل المابات، خاصة كان فيه توصية من أصدقائنا في البث بأن ننزل ماب تكساس، وحاولت كذا مرة ما تنزل بالكامل، وأي ماب آخر ما قدرت أنزله. السبب أنه ممكن اللعبة حفظها موجود على هارد ديسك مليان. في البثوث الماضية تكلمنا بخصوص ما بعد نهاية فصل الحصاد وش راح نسوي. احنا دخلنا الآن في شهر 2، ننتظر شهر 3. شهر 3 أتوقع بيكون فيه بذور، عمليات بذور بعض المحاصيل الزراعية. قد يكون إحنا الآن نحصل عقود، نشتغل في العقود أفضل لنا ونواصل المشوار. عندي بيض كثير نزلته في المكان هذا، ويوجد بلتتين، لا بلتة وشوي كذلك. راح نشوف الأسعار ونبيع. بالنسبة للدجاج اللي عندنا
وصل عددهم 360، يعني معناها كامل العدد الآن موجود عندنا، منهم حديث الولادة ومنهم 180 دجاجة الأولية اللي أنتم تذكرونها. عندنا أبقار التسمين 10 بقرات أعمارهم 11 شهر وصلت أسعارهم 1499، يعني لو كان عندنا بعد زيادة كان راح نكسب. احنا تكلمنا بخصوص الدين اللي موجود عندنا وودنا نسدد الدين هذا ونتخلص منه. علينا 500,000 نقدر نسدده من المكان هذا، 5,000 5,000 5,000 5,000 حتى نتمكن من تقليل المشكلة اللي قاعدة تواجهنا الآن، وهي مشكلة الفوائد اللي يأخذونها على القرض اللي هو 500,000. ما عندنا الشيء الكثير اللي نعمله، فقط ودنا نتأكد من الأعلاف. 4,000 أوكي، وهنا 4,000، الوضع تمام. خلونا نسرع الوقت لأن إحنا نحتاج تسريع الوقت الآن، وننتقل إلى شهر شهر 3 أوكي. البيت المحمي فيه ودنا والله نحط لنا بيت محمي زيادة في المنطقة هذه، بيت محمي زيادة يعطينا إنتاج ويزيد لنا في الرصيد. أوه الملابس ارتفع سعرها ل 17,000، يعني جات إلى السعر الأعلى، والآن فرصتنا للبيع. في كانت في آراء كثيرة من أصدقائنا اللي في البث ومتابعينا بأن المليون وشوي هذه نحاول نستثمرها بمشاريع جديدة، والبعض قال لا سدد القرض، فإحنا حيرانين يعني إلى الآن في الموضوع هذا. وهذا الشروق الجميل طلع علينا في يوم جديد متابعينا الكرام. البيت المحمي راح نضيف بيت محمي اليوم ويانا، ناخذ بيت محمي كبير، ايش رايكم؟ هل نضعه في المكان هذا؟ يا رب ان شاء الله ما يكون فيه شوي عويصة. شفتوا كيف العويصة؟ الارض غير مستوية للأسف. راح احطه هنا في المكان هذا. اوكي حلو. طبعا الان هذا يحتاج الى نجيب له ماء، افضل مكان الطريقة هذه. نعم صار مستوي. الان احنا نحتاج نجيب له طبعا ماء ونبتدي الانتاج، ننوع بمنتجات البيوت المحمية. اوكي وش عندنا بعد؟ عندنا الان مبيعات خاصة بالقماش، نروح نبيع الان. وعندنا دقيق كذلك موجود مليان. اوكي حلو ممتاز. خلونا نشوف مين اللي راح يشتري من عندنا الان الدقيق. ب1100 هذا راح يشتري من عندنا الدقيق. يلا يا اسطى خلينا نطلع نروح نبيع الدقيق اللي معانا هذا جمعناه، وبعدها كذلك نرجع للملابس، وبكذا يكون في عندنا دخل اليوم لا بأس فيه، وبعدها نشوف ايش خطتنا. اكيد في عقود جديدة واكيد في اعمال جديدة ممكن احنا نقوم فيها الفترة. راح اشوف الامر هذا. الان عندي شغلتين ضروريات، شغلة بيع الدقيق وشغلة ثانية بيع الملابس. راح نشوف كم السعر. 15,000. حلو جميل 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 جميل، الأسعار حلوة جميلة. لا لسه باقي بلتات الملابس، راح نشوفهم الآن كم راح يجيبون لنا من سعر. أوكي والآن وصلنا إلى المزرعة مرة ثانية، وراح نحمل الملابس لأن الملابس سعرهم جدا حلو وجدا مناسب. أتمنى إن شاء الله نطلع مبلغ كبير من وراهم. ما راح نصل إلى 100,000 ولكن راح نكون قريبين من السعر هذا. حلو، معناه احنا خلاص دخلنا قيمة مصنع الملابس. ممتاز. من اللي راح ياخذ مننا السعر؟ خلونا نشوف اي تاجر ياخذ مننا الملابس. ما في الا لي جاردن اللي تو كنا عنده، هو نفسه. راح اطلع له مرة ثانية ونبيع هناك، واتوقع بيجينا مبلغ حلو جميل.
فراح نشوف إيش نسوي. الآن 10,000 تم استثمارها في بيت محمي، ممكن نضيف بعد بيت محمي آخر، وممكن نسدد من جزء من القرض ونبقي باقي المبلغ يعني نستفيد منه إن شاء الله في شراء حقول واستثمارها في المرحلة القادمة اللي هي ابتداء من شهر تقريبا 6. احنا الآن شهر 3، يعني باقينا 3 شهور ممكن نبتدي نشتري حقول البيرلي وبعدها القمح والشوفان، ونبتدي نشتغل من جديد بالمصلحة هذه، بالأمور اللي مثل هذه. فقط نحاول نقلل من موضوع الخسائر. الآن بعنا ب15، بعنا دقيق، والآن بنشوف هذا كم راح نبيع، فراح نسدد 100 150 ألف، نسدد 200 ألف. يعني أنا يعني أفضل أبقي لي 1,000,000 والباقي أسدد فيه، والموسم القادم نفس الكلام، نبقي 1,000,000 والباقي نسدد فيه، وكذا تمشي الأمور معانا بمثل ما نقول جدولة سداد الديون. هذه أفضل طريقة أنا أشوفها. أساساً المزرعة الحمد لله الآن نملك معدات. طالما مزرعتك تملك المعدات الأساسية مثل الحاصدة، تراكتورات، خلاص الأمر بيكون سهل عليك. عندنا 6,000 قطعة من الملابس، حلو، شيء جميل. كل 1,000 ب17,000 وشوي، يعني لو ننتظر ممكن الشهر القادم بيرتفع السعر ممكن إلى 18 أتوقع. نشوف السعر معاكم متابعينا الكرام. الملابس 17,900، السعر الأعلى كم؟ 18,100. أساسا إحنا في السعر الأعلى حاليا، يعني باقي عليه 100 ولا 200. يلا 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 نشوف الرصيد الآن. 35,000 الدفعة الأولى، 71,800. يعني بعنا الآن الخمس بلتات من الملابس بعناهم تقريبا ب110 أو 100 وشوي. رصيدنا الآن 1,300,000، قبل شوي كان رصيدنا 1,190,000 أو كذا، ما شاء الله جدا حلو. الآن وقت التسديد، الآن راح أسدد متابعينا الكرام بعد ما وصلنا لهذه القيمة. خلونا نسدد من القرض، راح أسدد 300. نعم، كيف السداد؟ من هذه الأيقونة تقدر تسدد 5,000 5,000. شوف بالأحمر علينا قرض 500,000، راح نسدد 5,5,5 وإحنا ماشيين حتى نصل للرصيد اللي إحنا اتفقنا عليه وهو 1,000,000. يلا ابتدينا نسدد. هذه أفضل طريقة وأفضل خطة، يعني نسدد 300,000، حلو ما في مشكلة. وهذه 300,000 تم سدادها، خلاص باقي لنا 1,000,000 فقط وسددنا، والآن باقي لنا من القرض 200,000. حلو، شيء جميل، يعني معناه الشهر القادم راح يكون الفوائد الخاصة بالقرض بتكون قليلة، بدل ما هي 1,666 كل شهر يمكن تنزل إلى 700، ممكن 500، يا رب إن شاء الله. كذا إحنا نختصر الآن الموسم الزراعي الحالي بالتقليل من الخسائر. قلل موسمك الزراعي بتخفيض أو تقليل الخسائر متابعينا الكرام. لسه باقي عندنا البيض، ولسه باقي عندنا بعض الدقيق، ولسه باقي عندنا أقمشة، وإحنا راح ندخل على الأرباح وراح ندخل على المكاسب في الموسم القادم إن شاء الله بإذن الله معاكم. طبعا سواء بث أو كان تسجيل فيديو مثل ما إحنا شفنا الآن معاكم. يلا نطلع لمزرعتنا ونشوف بقية الأشياء اللي عندنا وشنهي علشان نقدر نتصرف فيها.
بكذا متابعينا الكرام أتمنى إن شاء الله راح يعجبكم هذا الفيديو، وهو بعنوان التقليل من القرض اللي موجود عليك وكيف تنجح فيه. أتمنى راح يعجبكم هذا الفيديو، من عندكم لايك واشتراك، الغير مشتركين ندعوهم يشتركون معانا، نقول حياكم الله، لا تنسونا بالتعليق. شوفكم إن شاء الله بإذن الله على خير، فيديو قادم من لعبة محاكي المزرعة 22، ومع السلامة.